ودلوقتي هنشوف فيديو عن غزة وبنقول لهم من قلوبنا بنحبكم وبندعي لكم وربنا معاكم. مش بعيد عن بعض، شايفين وحاسين ببعض، الوجع واحد والقهرة واحدة. من عشرات السنين هنا كان في أحلام، كان في أماني، وكان في حياة. ساعات أبسط أمنية لينا بتبقى إنك ترجع زي ما كنت، ترجع لك أرضك، أو يمكن أبسط إنك تقف على رجلك، أو حتى تتنفس. بس الحياة مش هتقف، الحياة هتكمل طول ما أدينا في إيدين بعض، مش بالكلام، بالأفعال. الأفعال اللي بتخلينا إيد واحدة. نقدر نواجه أي ظرف ونتخطى الأوقات الصعبة كلها. مصر استقبلت آلاف من الحالات من إخواتنا الفلسطينيين المصابين. وهتفضل واقفة جنب إخواتها، في ظهرهم وفي أرضهم. حياتكم غالية علينا ومستحيل نتهاون بيها. أوقات بيحصل لنا حاجات بتخلي حياتنا مختلفة، بس اختلافنا ده عمره ما كان عائق ولا هيكون عائق. بالعكس، احنا قادرين نتميز باختلافنا ده طول ما احنا جنب بعض. اجا صاروخ جربت علينا على الارض قصفتنا، والعضلات واللحم كله هذا كان مرمى على الارض وكان بيتحرك. انا اختارت اناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان كلمته واحده. عملنا مناشدة رئيس دولة مصر رئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا الاستجابة كانت في نفس اليوم بفضل الله. أول ما هشوا الأراضي المصرية قلبي ارتاح، حسيت حالي في أمان. انعرضوا علي بلاد تانية ودول تانية ما رضيتش أروح عليهم. لما كنا في غزة يعني الكل كان حاطط يعني نسبة 100% إنه بدها بتر. فكان بيقول لي أهو أنا همشي تاني؟ قلت له أنا بوعدك إن أنت هتطلع من هنا تمشي. إحساسي أمشي رجلي. عملوا له أكثر من عملية هنا واهتموا فيه الحمد لله اهتمام جامد. حطوا لي إبلتين حديد في رجلي، في الركبة، عند الركبة وعند الحلم. بس العملية عملية كانت معقدة، عملية ميكروسكوبية. أخو الكبير راح شهيد، فربنا حب يكافئني إنه عبد الله يصير بخير ويمشي على رجلي. يعني أنت ما كنتش بتتحرك؟ حاسس راح امشي زي قبل وقادر، راح ارجع العب كوره وراح اسبح واجري. ركبوا لي شرايح وسمير، عملوا لي عمليه برضه في الرقبه، شالوا لي الشظيه اللي هنا. اول خطوه خطوتها في الطرف زي الطفل الصغير اول ما بيمشي اول خطوه. انا كنت حامل ولدوني وقالوا لي انه نازل اسمي في الكشف وبنتك في مصر. بتشكر الرئيس لأنه جاب الأطفال هون واعتنوا فيهم وأثروش فيهم. يعني والله في دكاترة ما كانوش يناموا بالمرة. اللي بيحكيه بيعمله، يعني قال بده يدخل مساعدات دخل مساعدات. الرئيس هذا أبونا الرئيس، حبيبنا الرئيس. غزة بلد غزة. غزة؟
بلدنا. لو بس مش محتلة يعني كان جنة، غزة جنة. مصر هي غزة شعب واحد، اخواتنا بلدنا مصر. ناوي على ايه؟ نرجع بلدنا تاني، نعمر بلادنا ونرجعها تاني واحلى من قبل ان شاء الله. والله العظيم فخور بيك حبيبي. سلام. وفي الاخر هنعمل كده.